يا طيور الطايرة شوف ويهالي يا شمس الدايرة ومهالي. بهذه الكلمات الجميلة يتغنى أبو سلام وهو يمارس هوايته بإطعام طيور النورس منذ 3 سنوات وإلى الآن، إذ اعتاد الوقوف صباح كل يوم على جسر الأحرار وسط بغداد لكي يرمي أرغفة الخبز لها لتتلقفه بمناقيرها بعد أن تطلق أصواتا وكأنها تشكره في مشهد يوحي للناظرين بأنها على موعد معه يوميا. صار 3 سنوات هاي على هالطريقة. الطير هذا من تنطي، هذا بالنسبة لي أنا من أنطي حتى الله يرزقني سبحانه وتعالى رزق، هذا الطير يدعي رب العالمين دعاء مستجاب. أولا هو هذا مسكين طير، والناس هم تجي تطعم تطي، هذا اللي يذب لهم سمك، هذا اللي يذب لهم صمون، أي شيء يأكل هو. بعدين تحس أنه نفسيتك مرتاح، همومك تروح. ويجد الكثير من المواطنين متعتهم في اللعب مع هذه النوارس التي تلهو في نهر دجلة، فلا يمكن للعابرين من على جسري الأحرار والشهداء إلا الانتباه على أسراب الطيور وهي تحلق وتغني في السماء لرسم البهجة والجمال في هذا المكان. وهذا منظر حلو، يعني هو هذا الطير حر، يعني شلون الشخص حر، شوفه شلون جاي براحته، ينزل على الماء، ينزل قريب على البشر، يعني هو هذا حر، ما يقبل واحد يصيده، ما يقبل واحد يأذيه، وأي واحد ما يقبل أذيت الثاني. فهذا الطير حر ومنظر حلو، يعني انت تعال هنا العصريات المغرب شوف شلون العالم تطين اكل، ومنظر كلش حلو يعني. والله اول شغله هي انسانيه، انسانيه لهذا الطير، هذا الطير موسمي، اكو عالم متعلمه يعني من طبعه بهذا الشيء، من ابهاته من اجدادها. هسه احنا انا لم الخبز الصمون الهاي كل فتره انا اجي لهنا على الجسر، وهم عندي بعض الشغلات اكملهن، يعني راحه نفسيه. اولا هذا جمال للبحر، ثالث شيء إنسانية. منظر يسر النفس حين ترى النوارس والطيور تحلق فوق دجلة الخير وهي ترافق هذه الزوارق مصحوبة بهمسات وصيحات الفرح وخفق الأجنحة بوجوه الكبار والصغار وكأنها في حفل مجاني وسط بغداد. ها هي أسراب النوارس وهي تجعل من سماء بغداد ميدانا لرقصاتها الجميلة في وقت يجد فيه الكثيرون متعتهم في إطعام هذه الطيور التي هي الأخرى تتسابق فيما بينها لكسب لقمة عيشها. من بغداد غيث محمد، قناة رشيد الفضائية.